السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى نلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير، تكونوا تمام الصحه والعافيه وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم. ان شاء الله الفيديو ديال اليوم كان تحت طلب ديال العديد من الاخوات اللي كانوا كيصيفطوا لي في التعليق ديالهم شرحي لنا كيفاش ممكن تقداو السلعه باش اننا نخيطوا جلابه، شحال غنحتاجوا ديال السفيفه، شنو الفرق ما بين القيطان الطرسان المفتل الكابل، يعني كل شيء ان شاء الله غادي نشارك معكم اليوم. غدا نعطيكم النصائح اللي ممكن تخدموا بها وكيفاش انكم تبداو من الحاجه السهله باش ان البياسات ان شاء الله تطلع في يديكم واخا مبتدئات ان شاء الله. اول حاجه البنات، بالنسبه للسفيفات اللي عندنا، كيكونوا عندنا العديد البنات ديال الانواع ديال السفيفه، يعني كما كتلاحظوا كاين عندنا هنايا هاد السفيفه هادي في لارجونتي، هادي في الدوغي، يعني الزقلي، كاينه الرقيقه، كاينه الغليظه، يعني عندنا الانواع والاشكال البنات. البرونز مثلا هنايا، يعني حنايا المشكل ماشي ما عندناش في اللوان دابا، وانما عندنا في الخدمه، يعني شنو هي السفيفه السهله البنات كمبتدئات ممكن تخدموا بها البنات. بالنسبه للسفيفه السهله، بالنسبه لهادو ديال الصم، السفيفه السهله البنات ديما حاولوا انكم تهربوا من السفيفه الرقيقه، يعني السفيفه الرقيقه البنات كتكون شويه الخدمه ديالها صعيبه، واخا البنات راه كيطلبوها بزاف، يعني الاغلبيه كيطلبها وكيسحب لهم ان لدى السفيفه الرقيقه راه غتكون رخص من الغليظه. نعم، السفيفه الرقيقه بعض المرات كتشرى غلا من الغليظه، يعني كاينه شي وحده كتقول لك لا ديري لي غير سفيفه رقيقه، لا البنات راه كاينه سفيفه رقيقه اللي غاليه البنات، يعني غلا من سفيفه اللي كتكون عريضه. المهم ما علينا، هاد السفيفه هادي البنات كمبتدئات غتجيكم صعيبه في الخدمه، حقاش كتكون رقيقه البنات، وحتى الحاشيه اللي غادي تخدموا عليها القيطان اولا الكابل ديالكم ما كتكونش عندكم، يعني كتجيكم شويه صعيبه. يعني هادي البنات كمبتدئات ما ننصحكمش انكم تبداو بها، واخا كتجي في الخدمه زوينه ولكن ما كننصحكمش انكم تبداو بها. هادي البنات ثاني الضفره، حتى الضفره البنات حتى هذه البنات حتى هي ما نصحكمش تخدموا بها كمبتدئات، يعني كتكون شويه صعيبه في الخدمه. من الاحسن انكم تبداو بالسفيفه اللي كتكون عريضه، كنصحكم انكم تخدموا بها السفيفه هذه اللي كتكون عريضه البنات، كما كتلاحظوها هي عريضه وعندها هاد الحاشيه هذه، انا نحاول نبينها لكم، هاد الحاشيه هذه كتكون عندكم كتكون يعني كتساعدكم انها انكم تمشيو على هاد الحاشيه هادي، يعني كتجيكم سهله في الخياطه، وحتى ملي كتبغوا تحطوا حداها القيطان اولا الكابل كتجيكم سهله انكم تمشيو يعني في الخياطه ديالكم مقاده. اولا هادي البنات يعني هادي في لارجونتي حتى هي عريضه شويه، يعني هادي مغليضاش معريضاش بزاف، ولكن حتى هي سهله شويه في الخدمه كما كتلاحظوا كتجي على هاد الشكل هذا. يعني هادو بالنسبه هادو ديال الصم، يعني السفيفات ديال الصم. بالنسبه للسفيفه ديال الحريره البنات هي نفس الشيء البنات، هي فيها السهله وفيها الصعيبه هكذا البنات. اسهل وحده البنات هي هادي، عريضه كتجي عريضه بحال ما هكا، كتجي عريضه ساهله البنات كمبتدئات. انا عن التجربه ديالي انا بديت بهذه البنات، بديت بهذه خدمت بياسه، اول بياسه غادي نخدم خدمتها بهذه، جاتني شويه سهله يعني كمبتدئه. المهم راكم عارفين المبتدئات كيفاش كيخدموا، هكذا البنات خدمت بهذه كتعطيك انك تمشي في الخط ديالك مقاد ديال الخياطه، يعني اول بياسه كتخدميها من الاحسن تخدميها في هذه البنات حيت عريضه وكتسهل عليك الخدمه بزاف. ثاني سفيفه ممكن تخدموا بها هذه حتى هي نفس الشكل ديال هذه، كتكون مابقاتش عندي ولكن كتكون صغر من هذه شويه، حتى هي ممكن انكم تخدموا بها. هذه البنات كتساعد حقاش كتكون عندها الحاشيه عريضه ديال اللي غتخدمي بها، يعني غتمشي بها في الخط ديالك مقاد، يعني كتساعدك بزاف انك تخدمي البياسه ديالك بلا مشاكل.
هذه البنات كتكون شويه رقيقه، يعني ما ننصحكمش بها كمبتدئات، يعني كتكون شويه صعيبه في الخدمه. بالنسبه للمبتدئات علاش كنقول لكم صعيبه؟ راه ملي كتبداو تخيطوا كتكونوا غاديه مقادي شويه، كتدخلوا هنايا شويه كتبقاو تخرجوا شويه، كتدخلوا شويه كتخرج، يعني ما كتعطيكش ملي كتدخلي هنايا وهي رقيقه، يعني ما كتجيش في الخياطه مقاده. يعني من الاحسن انكم تاخذوا السفيفه اللي عريضه كمبتدئات، خدموا بياسه او لا جوج في السفيفه العريضه، عاد باش كتبقاو غاديين وكترقوا السفيفه ديالكم باش تجيكم الخدمه زوينه وتعلموا دغيا ان شاء الله. بالنسبه للسفيفات ممكن تدفعوهم، ممكن تشريهم. انا بالنسبه لي شنو كندير، لما لقيتش اللون اللي بغيت في هذوك اللي كيتباعوا كندفعها، يعني ما كندفعهاش دائما. حقاش بغيتي تدفعها خصك تدفعي السفيفه، وخاصك تبقاي تسناي واحد اليومين ولا ثلاث ايام عاد تمشي تجيبيها. وانا كيجوني بحال صراحه، يعني بحال اللي شريت بحال اللي دفعت، يعني ما كنلقاش الفرق كبير بيناتهم. كاينه هذه البنات هي سهله في الخدمه شويه، ولكن من الاحسن ما تبداوش بها. سهله البنات حقاش واقفه شويه، وكتجيني انا سهله صراحه، يعني نتوما اكيد غتجيكم سهله الا حاولتوا غير تركزوا في الخدمه ديالكم. ها نتوما حتى هي هذه كاينه بزاف وسهله وموجوده كما كتلاحظوا. كاينه هذه اللي ولات مؤخرا البنات، يعني كتخدمي، راه كنت خدمت معكم بياسه ديالها، كتخدمي مثلا هاد السفيفه هذه ما كتخدميش القيطان ديالك على جوج جوي، وانما كتخدمي غير على جهه وحده، حتى هي كتسهل الخدمه شويه وفي نفس الوقت كتجي زوينه في الخدمه، يعني هاد السفيفه هذه. المهم انا نعطيكم الانواع ديال السفيفات اللي كنخدم بهم، ومن بعد باش غنقول لكم الميتراج اللي كنحتاجو في كل بياسه. بالنسبه للبنات القيطان البنات، عندنا هذا القيطان، هذا ديال الصم البنات، هذا سميتو القيطان. هذا البنات ما كيتبرمش، هذا كيتشرب بحال ما هكا، يعني كتشريه بحال السفيفه اولا كتدفعيه، يعني ملي كتدفعي السفيفه ديالك كتدفعيه، ولكن ما كاين لاش دفعو حقاش موجود البنات وكيتباع بزاف، سيغتو هذا ديال هذا اللي في لارجونتي اولا في الدوغي، يعني موجودين بزاف البنات كتشريوهم. انا صراحه كنخدم بهم بزاف، علاش البنات؟ حقاش كيجيو زوينين في الخدمه وكيعطيو منظر للبياسه، سيغتو الا كنتو خادمينها بالصم اولا فيها شويه الصم وبغيتو تزيدو وحتى في الطرز البنات. يعني انا مؤخرا غادي نخدم معكم ان شاء الله القفطه اللي كنت شاركت معكم في الصاله ديالو، غادي نخدمو معكم. ها هي السلعه ديالو اللي يلاه تقديتها، ها هي البنات كما كتلاحظوا هكا كناخذ بهذا الشكل، هذا هكذا البنات كتاخذوا السيفه ديالو بهذا الشكل هذا. هذا القيطان ديالو كيجي بهذا الشكل هذا، يعني كنخدم به بزاف صراحه. انا هذا كاين اللي كيجي صعيب، ولكن راه ساهل البنات، انا في نظري هذا سهل منهم كاملين، سهل من هاد الشيء كامل كيجيني، يعني كل واحد وشنو اللي كيرتاح في الخدمه ديالو. يعني مثلا انا كنرتاح في هذا، تقدر انت تكون كترتاحي في هذا، يعني كل واحد ولاياش كيرتاح ولاياش باش بدا. يعني انا بديت بهذا تعلمت لهذا، انا اول بياسه خدمت بهذا خدمت تكشيطه، يعني ما جانيش صعيب بتاتا، حقاش كنت ديجا كنت خدمت بهاد هاد السفيفه هادي، وخدمت يعني خدمت بالسفيفه في الاول حتى تعلمت، عاد باش دزت لهذا يعني خدمت به اول بياسه تكشيطه، يعني ما خدمتش به بياسات لي صغار اولا شي بياسات لي عاديين، وانما خدمت به تكشيطه وكانت جات زوينه. ها نتوما البنات يعني كيكون في الالوان، يعني في البرونز، في الدوري، في لارجونتي، يعني في الكارتيي كاين بزاف ديال لي شواء فيه، غير هو البنات كيبغي الاتقان في الخدمه ديالو، يعني خصك تمشي معاه مقاد البنات، يعني خصكم تدربوا عليه بزاف، يعني خصكم تخدموا بياسات بزاف باش انكم تجي الخياطه ديالكم مقاده. بالنسبه للثمن هذا ديالو فهو داير درهم ونص، يعني 30 ريال المتر. كاين هذا ديال الحرير البنات، حتى هو نفس الشيء، هذا راه ماشي كابل وانما قيطان، هذا راه ما كيتبرمش. ها نتوما حتى هو نفس الشكل، حتى هو كيتشرى بحال ما هكذا، حتى هو الثمن ديالو درهم اولا درهم ونص، يعني على حسب منين شريتيه. ها هو درهم اولا درهم ونص للمتر. المهم البنات دابا غادي ندوز لهادو الطرسان. بالنسبه للطرسان البنات، هذا عندي طرسان،
هذا ترصان. بالنسبه للطرسان فيه الطرسان ومفتل، انا ما لقيتش عندي، غنشوف هذا واش طرسان اولا مفتل. كاين فرق ما بين الطرسان والمفتل، باش كتعرفي واش هذا طرسان اولا باش كنعرفوا واش طرسان ولا مفتل. البنات كناخذوه بهذه الطريقه، هذه كنبرموا بهذا الشكل، هذا بهذا الشكل، هذا اللي عندنا بهذا الشكل، هذا اللي عندنا البنات. الى تحلينا بهذه الطريقه هذه فهو مفتل، الى تسد يعني تزاد تجمع بزاف فهو طرسان. يعني بهذه الطريقه باش كنعرفوه. يعني اصلا هذا البنات كمبتدئات ما غاديش تحتاجوه، حقاش صعيبه البنات في الخدمه ديالو يعني، وخاصك تكوني معلمه مزيان مزيان باش انك تخدمي به، وخاصو الصباط خاص به. يعني الا خدمتي بالصباط العادي ديال الماكينه فكوني اكيده غتجيك الخدمه معذبه بزاف البنات، وما غاداش تنجح لك. يعني هاد الطرسان هذا ضروري انك تكوني محترفه البنات، يعني تخدميهم كاملين وتنجحي فيهم كاملين عاد باش تجوزي لهذا. يعني الطرسان والمفتل البنات كمبتدئات ما ننصحكمش انكم تخدموا به بتاتا بتاتا. دابا ندوزو البنات الكابل. بالنسبه للكابل البنات هذا كابل مزرول. علاش مزرول البنات؟ صراحه خصني نبدا لكم بالعادي عاد باش نكمل معكم في هذا. ها انتم البنات مزرول حيت كيكونوا فيه جوج الوان، ما عرفتش كيبان لكم هنا جوج الوان، راه فيه الخضر والشيبي، فيه الخضر والشيبي مزرول، يعني كيكونوا فيه جوج الوان بحال ما هكا، وكيكونوا فيه جوج خيوط. ها انتم جوج خيوط بهذا الشكل هذا. هذا البنات مزرول، كابل مزرول، كابل مزرول كيكون عريض شويه، كيكون غليظ شويه. هذا سهل البنات في الخدمه، غير هو قبل ما تخدموا به فوروه. يعني ها نتوما كيكون قاصح شويه، يعني الا بغيتوا تخدموا به فوروه باش انكم يجيكم سهل في الخدمه شويه. كما قلت لكم هذا سهل في الخدمه، حقاش كيكون عريض شويه، كيكون عريض شويه. وكما خدمتوه ماشي بحال هذا مثلا، هذا خصكم تمشيو مقادين، خصكم تمشيو بحال كتخدموا السفيفه، خصكم تمشيو مقادين. يعني ما يبقاش هذا يدور لكم بزاف، يعني هذا لا، هذا واخا كيدور يعني كيكون عريض وفي نفس الوقت كيجي سهل في الخدمه. يعني كمبتدئه البنات ننصحكم تخدموا بهذا الكابل هذا، سواء مزرول سواء عادي. يعني كاين هذا ها هو عادي، هذا نشوف واش كابل اولا مزنزن. هذا حتى هو كابل البنات، هذا ها هو فيه جوج، ها نتوما كما كتشوفوا فيه جوج. هذا راه كابل، ها نتوما كيفاش كيجي عريض، ها نتوما راه عريض، يعني كيجي ساهل في الخدمه ديالو. بالنسبه لكاين ثاني، كاين هذا مزنزن البنات. علاش مزنزن؟ هذا كابل، ها نتوما اللي شفتوه غتقولوا كابل، ولكن راه ما عريضش بحال هذا. غنوريكم الفرق، هذا عريض على هذا، ما عرفتش غايبان لكم الفرق في الكاميرا اولا لا. ها نتوما كما كتلاحظوا هذا رقيق على هذا. انا هذا هو اللي كنخدم به الاغلبيه، كيكون رقيق شويه على الكابل هذا. يعني هذا كابل فيه جوج خيوط، ها نتوما فيه جوج خيوط. كيبان لك هنا جوج خيوط، ولكن هو مخدوم باربعه ديال باربعه الخيوط، يعني كل خيط فيه جوج، كل خيط فيه جوج كما كتلاحظوا. هذا لا، هذا مخدوم بثلاثه الخيوط، ما عرفتش غنعرف نشرح لكم. ها نتوما هذا فيه ثلاثه الخيوط، ها نتوما ثلاثه الخيوط رقاق، هذا فيه جوج خيوط غلاض، مخدوم بجوج خيوط غلاض. ها نتوما الراس، هذا مخدوم، ها نتوما هذا مخدوم بجوج خيوط غلاض، هذا مخدوم بثلاثه رقاق، يعني ناقص على ناقص على هذاك البلونكاسي بخيط. يعني هاد الاخر، هاد البلونكاسي هذا راه مخدوم بهاد الجوج هذا، وزيدوا عليهم واحد، يعني مخدوم هادو مبرومين بجوج، وهذا خاصو واحد اخر يتبرم بجوج، هادو برموهم هما باربعه. يعني هذا كيكون ناقص خيط، كيجيني ساهل في الخدمه، وكيجي رقيق وكيجي زوين. هذا سميتو المزنزن البنات، يعني كيكون رقيق شويه على الكابل المزنزن. هذا هو اللي كنخدم به انا الاغلبيه البياسات الجلابه ولا هذا، كنخدم بهذا. كاين ثاني البنات هذا، هذا ثاني حتى هو مزرول. هذا مزرول البنات معاه الصم، يعني فيه الحرير والصم، فيه جوج خيوط، فيه جوج خيوط بهذا الشكل هذا.
يعني نتوما كتخدموا بالخيط اللي كيناسبكم، يعني سواء القيطان او الكابل او المزنزن او المزرول، يعني شوفوا نتوما اللي كيناسبكم. هذا هو مزرول رقيق البنات، هذا بجوج خيوط. ها نتوما يعني نتوما كتخدموا باللي كيناسبكم. بالنسبه كنظن انني شرحت لكم يعني شنو هي السهله وشنو هي الصعيبه. يعني كمبتدئات كنصحكم انكم تخدموا بالسيفه، كل ما كانت عريضه كل ما كانت حسن. يعني ما كاينش غير هذه، راه كاين رق منها شويه وعريضه حتى هي كتجي سهله في الخدمه. انا نشوف واش غنلقاها لكم ونوريها لكم. كاينه هذه البنات، هذه هاي هذه حتى هي البنات سهله في الخدمه وفي نفس الوقت ما عريضاش بزاف، يعني راه كتجي زوينه حتى هي في الخدمه يعني كمبتدئات. كاينه هذه البنات هي تقريبا بحال هذه، يعني خصكم حتى تخدموا العريضه عاد باش دوزوا لهاد الجوج هادو. ما كاينش غير السفيفات، يعني كاين الانواع. يعني ملي كتمشي تقدي السفيفه فراك تلقاي الانواع، انت كتشوفي اين وحده اللي غادا تقدري تنجحي فيها كتاخديها، وعلى حساب اللون تاني. راه ماشي كاع السفيفات غتلقاي فيهم اللون اللي بغيتي، يعني ممكن تلقايها في هذه ما تلقايش، تلقاي اللون ديالك اللي بغيتي في هذه ما تلقايهاش في هذه. يعني ملي كتمشي تقدي عاد باش كيبان لك النوع ديال السفيفه اللي غادا تاخدي. يعني كنصيحه البنات، ما تخليش الكليانه هي اللي تختار لك السفيفه، مثلا تقول لك انا بغيت هذه في الصفر، مثلا بغيت هذه في الصفر. لا البنات، ما تخليهاش تختار هي النوع ديال السفيفه، غتقول لك غير واش رقيقه ولا عريضه، ولا يعني المهم تقول لك غير مثلا واش بغيتها عريضه او لا رقيقه. يعني انت كتمشي تختاري الموديل ديال السفيفه، حقاش بعض المرات ما كتلقايش كاع السفيفات، يعني كاع اللوان اللي بغيتي، فكتضطري انك تجيبي شي سفيفه اللي ما غاداش تعجب الكليانه. اللهم البنات في الاول كتقولي لها اختاري لي غير اللون، انت غتختاري غير اللون والفورما ديال السفيفه، يعني واش عريضه او لا رقيقه. الشيء الاخر كتختاريه انتيا، يعني ملي كتمشي تقدي، حيت انت اللي كتكوني اعلم بالدومين وانت اللي كتكوني عارفه شنو غادي يناسب السيده اكثر. بالنسبه شنو شحال كنحتاجو في كل بياسه، مثلا عندنا جلابه نص طوق، الا كتعدك الجلابه نص طوق شحال كتحتاجي في السفيفه، شحال كتحتاجي في هذا في الكابل ديالك، وشحال كتحتاجي في العقاد. سمحوا لي البنات. المهم بالنسبه للجلابه نص طوق كنحتاج جوج وقيات بلاتي نجيب لكم الحرير باش تعرفوا شنو هي جوج وقيات. بالنسبه للبنات جوج وقيات، سمحوا لي ما لقيتش شي حرير اللي مقاد كلهم دايرين هكا. ها نتوما هذه البنات كتكون مشروكه، هذه كتسمى وقيه، يعني كيكونوا فيها جوج نصاص. ها النص هذا نص وقيه كتكون فيها وحده عصا وحده، هذه كيكونوا فيها جوج عصيات وكيكونوا مجموعين بحال هكا. هذه وقيه، هذه وقيه دايره 3 دراهم حتى 3 دراهم ونص، يعني على حساب البلاصه. اين اللي تقديتها من هنا كناخذ ب3 دراهم ونص، الا مشيت لكازا كناخذ ب3 دراهم. الى خديتي نص وحده كتاخذيها ب30 ريال او لا باش كداو 30، المهم على حسب الوقيه شحال دايره. كما كتشوفوا هذه هي الوقيه. كما قلت لكم الى بغيتو جلابه نص طوق فكتاخذوا جوج وقيات ديال الحرير كتبرموهم. بالنسبه للبريم، الى كاين البلاصه اللي كتكون فيها البريم كاين البلاصه اللي ما كتكونش فيها البريم. مثلا انا اللي خديت من القيصريه ديال درب السلطان كنخرج غير برا البنات، راه غير في الباب ديال القيصريه كيكونوا الدراري تما كيبرموا الوقيه، وقيله بجوج دراهم ونص، بقيتش عاقله جوج دراهم ونص حيت كندفع عليهم بزاف ما كنعقلش، جوج دراهم ونص وقيله الوقيه. مهم كندفع عليهم جوج دراهم ونص الوقيه، يعني وقيه كتشريها ب70 اولا 60 وكتبرميها ب50، يعني بحال ما هكا كتحسبوا البنات باش كتجمعوا الطوطال ديال البياسه ديالكم شحال غادي تطلع لكم. هنايا البنات كما قلت لكم كتاخذوا جوج وقيات في الجلابه نص طوق، جوج وقيات ديال الحرير كتبرموهم، وكتاخذوا بالنسبه للجلابه الا كانت نص طوق كتحتاجوا 5 متر ديال الثوب، الا ما كانوش الجياب وما كانش الفتحه وما كانش هادرا كتحتاجوا غير 4 متر، يعني على حسب نتوما شنو غادي ديروا. ولكن من الاحسن البنات تاخذوا بالزيت، ديما خذوا بالزيت، يعني حيت بارفو كتخسر لكم الخياطه، يعني كمبتدئات غتبقاو تفتقوا هذا، يعني تقدر تخسر لكم السفيفه ولا هذه
كمبتدئات من الاحسن البنات تاخذوا بالزيد. انا ديما كنت كنمشي عند السيد اللي كنتقدم من عنده كيقول لي مثلا غتحتاجي 4 متر، وكناخد 6 متر او اكثر، باش هكذا البنات حتى كتبقى عندك السفيفه، يعني كتجيك شي بيجامه بحال ماكو، ما كيحتاجيش انك تمشي تعاودي تقدي السفيفه يعني هكذا. المهم بحال ماكو يعني الطريقه اللي كتناسبكم نتوما خدموا بها. المهم انا ديما كنت كناخد بالزيد، دابا اللي قلت كناخد تقريبا الحد في القد باش ما تبقاش باش زعما ما كنفتقش بزاف. بالنسبه للعقيدات على نص طوق، يعني كما قلت لكم نص طوق لك تخدموا بالعقد، غادي ديروا تشوفوا شحال درتوا في الفتحه ديال الامام. اغلبيه البنات كتكون 40 سنتيم، يعني 40 عقده، كل سنتيم بعقده، كل سنتيم بعقده. علاش البنات؟ حيتاش كاين اللي كيدير مثلا 40، كاين اللي كيدير 35، كاين اللي يدير 36، يعني المهم نتوما غتاخذوا 40 عقده باش انك تتفادي انك تخصك شي حاجه. اللهم خذي 40 عقده. بالنسبه لك كانت الجلابه طويله حتى للتحت، فحنا كنحتاجو شحال ديال السفيفه؟ كنحتاجو ما بين 7 حتى 8 متر ديال الثوب، يعني الا كانوا فيها الجياب والافتتاحات. يعني ديما كنقول لكم انا الزايد، يعني ديما زيدي واحد المترو او لا، المهم تيشوفي شحال غادي تزيدي باش انك ما تطيحيش في انك ما تكمل لك السلعه. مثلا نفترضوا انك فتقتي او لكم درتيه ضيق من هنا، او بعض المرات كيوقعوا شي مشاكل في الخياطه بحال ما هكا، فمن الاحسن تاخذي الزيت. حيت بعض المرات غتاخذي مثلا هذا اللون، هذا الدرجه ديال اللون هذه في البياسه ديالك، ملي غادا تمشي تبغي تاخذي لها تقدري داك السيد اللي خديتي من عنده مثلا شريتيها اولا صيبتيها، غتقدري تمشي عند السيد ما غتلقايش نفس الدرجه ديال اللون. فمن الاحسن البنات، انا طحت بزاف بحال هذا الشيء في الاول، ما كنلقاش نفس الدرجه، يعني كنقول بلا ما نزيد عليا السلعه اجي ناخذ غير الحد في القد وهذا. بعض المرات ما كتلقايش البنات نفس الدرجه ديال اللون، يعني ملي كتكوني فاتت سيمانه ولا هذه فما كتلقايش نفس الدرجه، كطيحي في واحد المشكل اللي كبيره البنات. فمن الاحسن كما قلت لكم يعني غتزيدي واحد 5 دراهم ولا 6 دراهم على السلعه ديالك، ولكن غتخدمي وانتي هانيه وانتي عارفه ان ان شاء الله السلعه غادا تكفاك. يعني كما قلت لكم جلابه طويله كتحتاجوا ما بين 7 حتى 8 مترو ديال السفيفه، وكتحتاجوا 4 لوقيات، يعني 4 من هادو وكتبرموهم. انا هاد الشيء اللي كنقول لكم فهو كيقدني في البياسه وكيشيط ليا منه، يعني كنركب به العقاد، كنركب به كل شيء. الا ما بغيتوش تركبوا العقاد بنفس، يعني مثلا خدمتو البياسه مثلا بهذا بالكابل، خدمتو البياسه بالكابل بغيتو تركبو العقاد بهذا، فكتاخذوا وقيه من الحرير، يعني مثلا هذا مخدومه بالشيبي وبالخضر، غادي تاخذوا نتوما وقيه من هذا، ها هو باقي خارج واحد شويه، كتاخذوا وقيه من هذا كتبرموا وكتخلوا على العقاد. انا بالنسبه لي فانا الى شاط ليا من هذا فانا كندير كل شيء من هذا، يعني هاد العبارات اللي كنعطيكم فكتقدني في العقاد، كتقدني في كل شيء ان شاء الله. بالنسبه للجلابه كما قلت لكم كنحتاجوا من عاودتها وعاودني نقولها، المهم قيدوا البنات هذا الشيء باش ملي تمشوا تقدوا السلعه ديالكم ولا ملي تكونوا باغين تاخذوا التقديه البياسه ديالكم تكونوا عارفين شحال غادي تقداو، تتفاداو انكم تاخذوا وتنساو ولا هذا. المهم قيدوا هذا الشيء اللي كنقول لكم. قلت لكم غنعاودها، الجلابه طويله كنحتاج ما بين 7 حتى 8 متر ديال السفيفه، كنحتاج 4 لوقيات ديال الحرير، الا كنتي غتاخذي ديريه مزرور غتاخذي جوج وقيات من هنا وجوج وقيات من هنايا، يعني غتاخذي مثلا هنايا عندي الخضر والشيبي غناخذ جوج وقيات خضرين وجوج وقيات شيبيين. بالنسبه للعقيدات غناخذ 120 عقده، اغلبيه البنات 120 عقده في الجلابه حتى لتحت كنديروا 120 عقده. بالنسبه للقفطان، المهم نمشي معكم بحال ما هكا. بالنسبه للقفطان شحال كنحتاج في السفيفه؟ في السفيفه كنحتاج القفطان، يعني الا كان ضاير من التحت، من ضاير من التحت ولا كلوش، يعني ماشي كلوش، يعني الكلوش كيخصو ميتراج اخر، وانما كيكون ايفازي مثلا وكيكون عريض من التحت كنحتاجو ما بين 9 حتى 10 متر. يعني انا هاد العبارات اللي كنعطيكم راه ديما كنزيد، يعني ديما كنزيد باش ما نطيحوش في واحد لوكا ديال اننا ما كتقدناش، يعني اللهم نزيد انا واحد المترو اولا مترو ونص على انني ما تقدنيش السلعه ونعود انني ماشي عاوتاني خاسره الترونسبور وخاسره الوقت وخاسره هذا. فمن الاحسن انا نزيد واحد المترو اولا مترو ونص باش انني نتفادى هاد المشاكل كاملين. المهم كنحتاجو في القفطان ما بين 9 المترو حتى 10 مترو ديال السفيفه. بالنسبه للوقيات هو 4 ديال اللوقيات فهما كافيين البنات اصلا في
الجلابه، فراها في الجلابه اصلا كيشيط ليا، يعني هادشي كلشي كيشيط ليا، يعني هادشي كلشي شيط ليا من الجلالب، يعني هاد العبارات اللي كنقول لكم فهو كلشي شيط ليا، انا كنفضل انه يشيط. نتوما غادي تاخذوا سلكاتكم انه يشيط لكم ويبقى عندكم، مثلا انا شاط ليا مثلا هذا، فهاد الخطات كتجيك واحد البياسه صغيره، كتجيك بحال ما نعرف يعني اي حاجه ممكن توقع، تجيك واحد البيسه صغيره وكتستفادي انك تعاودي تشري، وهذا كتخدميها بهذا وكتناسقي الالوان، كتحاولي انك تناسقي الالوان وكتخدمي البياسه ديالك. كما قلت لكم ربعه اللقيات ديال الحرير كتبرموهم بطبيعه الحال، و 140 عقده بالنسبه للقفطان، غالبا كتكون 140 نقطه، يعني قليل فاش كتكون اكثر، الا كان القفطان مجرجر ولا السيده طويله فكتحتاجوا 160 عقده البنات. صافي، المهم ملي قبل ما تمشيو تتقداو كتحطوا شحال خاصكم ديال السلعه، من الاحسن ملي تمشيو عند اللي غتقداو من عنده يقيد لكم شحال خسرتوا ديال السلعه، باش تعرفوا ان البياسه شحال غادي تطلع لكم، وديروا لي كالكول ديالكم باش تعرفوا شحال غادي تربحوا من البياسه، باش هكذا البنات ما تضيعوش راسكم، وفي نفس الوقت ما تزيدوش على الكليانه، يعني خصكم تخدموا بالثمن ديال السوق، بالثمن اللي كيخدموا به الاغلبيه ديال الخياطه، باش هكذا ديروا الكليانات ديالكم. المهم كنتمنى ان لا فيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم وتكونوا استفدتوا. بالنسبه للطريقه ديال الخياطه غادي نشارك معكم طريقه كيفاش غادي نخدم الكابل، وكيفاش غادي نخدم القيطان، وكيفاش غادي نخدم الطرسان، ان شاء الله كل حاجه كتجيب وقتها. وعندي واحد الفكره غادي نخدم معكم البياسات البنات كيفاش تعلمت انا في البياسات الصغيرين، يعني المقاس الصغير اللي خدمنا به في السونتر، يعني مني كنا كنقراو هذا، نخدم معكم المقاس الصغير ديال البياسه، يعني بعض البنات ما كيفهموش من كتكون البياسه كبيره وما كتشدش الكاميرا على البياسه كامله، كيوقع واحد اللبس للبنات، يعني ما كيفهموش الطريقه ديال الصاله. انا ارتئيت انني نخدم معكم بالطريقه اللي كيتعلموا بها الاغلبيه ديال البنات، يعني الاغلبيه ديال اللي كيتعلموا الخياطه كيتعلموا بالمقاس الصغير، يعني باش هكذا تكون واضحه لكم الرؤيه وتبان لكم بياسه كامله. بطبيعه الحال انا ملي غندير لكم المقاس الصغير فغادي نشرح لكم يعني الربوع بالوسط بكل شيء، باش انكم تفهموا الطريقه ديال الفصاله. وبطبيعه الحال غادي ندير لكم التطبيق ديال هاد القيطان وهذا الشيء ان شاء الله في بياسه صغيره، باش هكذا حتى المبتدئات اللي ما عمرها خدمات في الخياطه تكون غاديه معنا نقطه بنقطه ان شاء الله. المهم كنتمنى البنات تشجعوني وتخلوا لي تعليقكم، وكنشكركم بزاف على التفاعل ديالكم، وبسلام عليكم، نتلاقاو ان شاء الله فيديو اخر باذن الله، دمتم في رعايه الله وحفظه.